وينضم الينا من رام الله مدير مركز المسار للدراسات نهاد ابو غوش. اهلا بك في تغطيه التلفزيون العربي. ابدا معك من قراءه للمشهد الاسرائيلي، خصوصا الذي رايناه اليوم فيما يعنى باقتحام الكنيست والتظاهر والمطالبه بحل الحكومه والانتخابات وايضا التوصل الى اتفاق. نعم، أسعد الله أوقاتكم، تحية لكم وللمشاهدين. الوضع الداخلي في إسرائيل يزداد حدة وتفاقما في ضوء انكشاف أن نتنياهو لا يريد أي اتفاق، لا للإفراج عن الأسرى ولا لوقف الحرب ولا أي صيغة من التي عرضت عليه، لا من الوسطاء ولا حتى من وفده. هو رفض توسيع صلاحيات الوفد، في مرات سابقة رفض حتى أن يقوم الوفد بالحديث وأوصاهم فقط أو كلفهم بالاستماع فقط. هذه المرة الأمور يبدو أنها تجاوزت حدودها المنطقية، حيث تسرب من مداولات الحكومة ومجلس الحرب أن رئيس الموساد دافيد برنا احتج على عدم توسيع صلاحياته. أيده في ذلك كل من الوزير بيني جانتس في مجلس الحرب والوزير جادي ايزنكوت وحتى الوزير الليكودي المقرب من نتنياهو اللي اسمه رون ديرمر الذي كان يفترض أن يرأس الوفد إلى واشنطن. كلهم أيدوا موقف قيادة الوفد بأنه يجب أن يكون لديه صلاحيات وأنه يمكن إبرام صفقة مع المقاومة. هذا التعنت من قبل نتنياهو كشف على الملأ أن هذا الشخص يريد أن يمضي في الحرب إلى ما لا نهاية، ويفضل مصالحه الشخصية بالبقاء بالحكم، لا يريد أن يخل بتحالفاته مع اليمين المتطرف، ويفضل حساباته الشخصية على مصالح الأسرى وعلى حياتهم، وليس فقط على حريتهم، على حياة الأسرى، خصوصا مع تسرب أنباء أن نحو 50% من الأسرى، أي نحو 66 أسير أو ما بين 66 إلى 70 أسير هم في عداد الأموات. هذا دفع حركة الاحتجاج إلى الانفلات، وقالوا سنحرق الأرض، سنصل إلى كل مكان، سنتظاهر كل يوم، سنوسع حراكنا، سنضغط على نتنياهو أينما ذهب. وبالفعل ذهبوا إلى بيته في قيسارية، ذهبوا إلى القدس وأيضا على الكنيست على منزل رئيس الدولة، اقتحموا الحصون التي تحيط بمنزله، اشتبكوا مع الشرطة، وسبق للشرطة أن اعتقلت نحو 16 شخصا منهم. إذا هذا التصعيد أيضا عززه انضمام حركات احتجاج اجتماعية أخرى للمتظاهرين والمحتجين. نحن نعلم أن هناك حركة خاصة بأهل الأسرى، وهناك حركات احتجاج على خلفية التشريعات القضائية، وهناك مجموعات سياسية ومنظمات أهلية من الفوضويين واليساريين الذين يحتجون على سياسة نتنياهو. كل هذه الحركات ائتلفت معا وشكلت مظاهرة كبيرة في القدس، لم تكن الشرطة تتوقع أن تكون بهذا الحجم، ولعل الشباك نفسه الذي يحرس رئيس الوزراء تفاجأ. إذن هذه بالإضافة إلى المأزق الذي وجدت نفسها فيه إسرائيل على ضوء استهداف قوافل المساعدات الإنسانية الخاصة بالمطبخ العالمي، كل هذا فاقم من موقف نتنياهو ومن حرجة موقفه أكثر فأكثر، وواضح تماما أن الخناق يشتد حول عنقه لمطالبته بإجراء انتخابات مبكرة. لكن هو طبعا لديه بالتأكيد خيارات أخرى، خيارات مناقضة، يعني هو بدأ منذ اليوم بتحريك أدوات مناقضة، حركات من أهالي القتلى، حركات من أهالي أسرى آخرين، وزراء في اليمين المتطرف يدعونه إلى عدم تقديم أي تنازل. وإذن يعني مشكلة الأسرى باتت تكشف أكثر فأكثر عن عمق المأزق الذي تعيشه إسرائيل في ضوء عدم تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة، وكون الجيش الإسرائيلي عالق في قطاع غزة. ومن يحدد مسار نتنياهو الآن أمام هذا الضغط طالما أن الإدارة الأمريكية تدعمه؟ لما يتوقف؟ لما يوقف الحرب؟ ولا يحقق أي نتائج. واضح تماما أن استمرار هذه الحرب بهذه الطريقة سيؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف المدنيين. المشاهد التي تسربت من مستشفى الشفا بلا شك انتشرت على امتداد العالم. أي حرب هذه التي يخوضها جيش هو الأقوى في المنطقة ضد مستشفى ويمكث أسبوعين وهو يدمر في غرف الجراحة وغرف العمليات والعدد الطبية ويقتل مئات الأشخاص من الأطباء، وبالأسماء معروفون منهم الأطباء الذين استشهدوا، والطواقم الطبية من الممرضين والمسعفين والمرضى ومرافقي المرضى والأحياء السكنية. كل هذا لا يمكن أن يحسب بأي مقياس من المقاييس أن هذه إنجازات عسكرية. وبالتالي تشتد عزلة إسرائيل، تشتد على امتداد العالم. هناك أصوات عالية تطرح الآن في أوروبا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، سواء في المقاطعة أو حظر تجارة السلاح. صحيح أن بايدن ما زال يدعم نتنياهو بدون حدود،
ويوفر له الحماية السياسية والأمنية وحتى الذخائر التي يريدها، لكن أيضا تفاقم الوضع على الجبهة الشمالية واحتمال اندلاع يعني تدهور الأمور إلى مناحي خطيرة. كل هذه العوامل بلا شك أنها تفاقم من الأزمة الداخلية الإسرائيلية التي أينما أطل نتنياهو وأينما تحرك يصطدم بمشكلة، سواء في الحرب أو في الوضع الداخلي أو في مشكلة تجنيد المتدينين أو حتى بتوتر الوضع على الجبهة الشمالية، علاقاته بالدول الأوروبية مع حلفائه، علاقاته بالولايات المتحدة ودعوة اليوم. يعني جدد جاك شومر رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، جدد مطلبه بأن يستجيب نتنياهو لمطالبة المجتمع الإسرائيلي بإجراء انتخابات. وبالتالي فعلا يبدو أن كل الأداء السياسي المتخبط والمرتبك والمنفلت لنتنياهو بات ينعكس عليه بنتائج وخيمة على جميع المستويات، ويبدو أن الخناق يشتد حوله فعلا من أجل استقالته وتغيير حكومته. سيد أبو غاش، نقطة أخيرة فيما يعنى بما ذكرت عن الجبهة الشمالية، هل يستطيع نتنياهو اليوم أمام كل هذه السيناريوهات التي تحدثت عنها تحمل عبء فتح جبهة جديدة، خصوصا بعد الحادثة التي رأيناها والاستهداف الإسرائيلي للقنصلية في إيران طبعا في هو سوريا يهيئ عفوا؟ المجتمع، نعم بالتأكيد القنصلية، هذا أولا تصعيد نوعي غير مسبوق، استهداف سفارة وقنصلية وكادر دبلوماسي حتى لو شمل بعض المسؤولين في فيلق القدس، هذا تصعيد نوعي وبلا شك إسرائيل تتوقع ردا سواء مباشرة من إيران أو من قبل حلفاء إيران، وبالتالي الأمور تتجه نحو التصعيد على الجبهة الشمالية. خلال الأيام الماضية جرت سلسلة اجتماعات قيادية عسكرية أشرف عليها وزير الدفاع ورئيس الأركان مع قيادة الفرقة الشمالية، الجبهة الداخلية الإسرائيلية المعنية بما يشبه الدفاع المدني أيضا اتخذت استعداداتها للتعامل مع حال الطوارئ، هناك أحاديث بإمكانية دخول إسرائيل شمال إسرائيل كلها في ظلام دامس لربما لأيام أو أسابيع أو أشهر إذا اندلعت الحرب على الجبهة الشمالية. إسرائيل تهدد لبنان البلد، لبنان الدولة والمنشآت والميناء وكل شيء في لبنان، لكن في نهاية المطاف ما الذي يفيدها تدمير ميناء بيروت؟ هي في نهاية المطاف هناك منشآت إسرائيلية سوف تتدمر، والتقديرات أن نحو مليوني إسرائيلي سوف ينزحون من الشمال إلى الجنوب، وأن ثمة بلدات ومدن قد تدمر وقد تحرق، هناك منشآت استراتيجية حيوية مثل مخازن ومستودعات كيماوية في ميناء حيفا يمكن أن تتضرر، هناك فعلا خشية شديدة من أن مثل هذه الحرب سوف تدفع المنطقة إلى حافة من التصعيد الشامل الذي لا يمكن لأي أحد أن يتوقع مداه. وهنا طبعا يأتي الدور الأمريكي، ربما الأمريكيين يحاولون أن يلجموا نتنياهو أن يكبحوا هذا الاندفاع، لكن في نهاية المطاف كما يقول الإسرائيليون لا أحد يضمن أن ينفلت أي مجنون فيدفع نحو تصعيد غير مسبوق، وهذا الأمر لم يعد يعني خاضعا لسيطرة مركزية، يمكن أن ينفلت طيار أو ضابط أو قائد وحدة معينة بعمل معين يؤدي فعلا إلى انفتاح هذا انفتاح الجبهة على الهاوية، لا أحد يعرف إلى أين سيصل الوضع. شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات، كنت معنا من رام الله، شكرا لك.